السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات تاكل ايه في المانيا. اول حاجه انا عايز اشكركم على اسم السلسله دي، انتوا اللي اخترتوه وبجد الاسم عجبني جدا. السلسله دي هنعمل اكلات صحيه رخيصه وكمان مفيده واهم حاجه سريعه للطلب. من غير كلام كتير يلا نشوف هناكل ايه النهارده. زي ما انتوا شايفين المكونات اللي هنستخدمها النهارده، شويه صدور فراخ، شيري توماتو او طماطم عاديه لو عندك، زيتون، ليمونه، حته زبده كده، وشويه بهارات. هنقطع الفراخ لحتت اصغر كده، انا هنا عامل حوالي كيلو وشويه. بعد ما هنخلص هم هننقلهم كده للطبق تاني علشان عاوز اقطع الطماطم، بس الاول محتاجين نغسلها كويس جدا بميه سخنه علشان نقتل القدر الاكبر من السلمونيلا. بعد كده هننزل بكل الفراخ على حته الزبده وهنديهم تقليبه صغيره، ننظف كده المكان علشان نجيب الليمونيه نقطعها، والطماطم برضو هنقسمها لنصين كده. لو بتستخدم طماطم عاديه عادي ممكن تقطعها لحتت متوسطه. هنبص بصه سريعه كده على الفراخ وهننزل بشويه الملح والبهارات بتاعتنا، بابريكا، هيل مطحون، فلفل وكمون، وهنغطي عليهم تاني. نرجع كده كل البهارات دي تاني ما عادش ليها لازمه، وننظف المكان ونفضي كل الزيتون بتاعنا على الطماطم عشان هينزلوا مع بعض. ويلا بينا نروح نجهز الرز. هنجيب حله ونحط فيها حته زبده صغيره، وبعدين كوبايتين كبار رز بسمتي. هنقلب الرز كده لحد لما يتحمص شويه ولونه يتغير. بعد كده هننزل بضعف الكميه بتاعتنا ميه، يعني حوالي 4 كوبايات، ولو حابب تحط شويه مرقه هيديها طعم حلو. بس كده وهنغطي عليهم. الفراخ كده لسه قدامها شويه، اول ما الميه بتاعت الفراخ تبتدي تنشف كده هننزل بقى بالطماطم، هتنزل عليها الصوص بتاعها والزيتون والحاجات دي كلها. بالنسبه للرز اول ما يبتدي يغلي كده نبتدي نهدي عليه بس النار شويه، هو يعني كنا عاملينه زي ما انتم شايفين كده، كنا عاملينه على البيك الماكسيمم يعني، بس هنبتدي ننزل ايه النار عليه سيكه، يعني مثلا ممكن ننزله لسته، ولما الميه برده هتبتدي تنشف من الرز هنعمله على 3 بس كده. وكده الفراخ بتاعتنا المايه بتاعتها بدات تنشف منها، فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل بالطماطم بتاعتنا كلها كده والزيتون عليها كده، سامع صوت الميه؟ دي المايه بتاعت الطماطم والزيتون، ولما المايه بتاعتهم تبتدي تنشف هنحط عليهم الليمون بتاعنا. كده ما فضلش غير الليمون بتاعنا. تعالوا نبص بصه اخيره على الرز كده نشوف ايه دنيته. تمام، المايه بتاعته ها قربت تنشف، هنديله تقليبه كده على السريع وهنوطي عليه النار خالص بقى. تيجي الوقت عشان نعصر الليمون بتاعنا، مش عايز اقول لكم الليمون ده بيعمل لذه كده في الاكل، يا لهوي بتبقى فظيعه. هنقلب برده شويه الليمون بتاعنا، شايفين الميه بتاعتنا يعني لا هي جوسي قوي ولا هي ناشفه قوي، هي حاجه كده ان بتوين. حاسس ان هي من غير ما ادوق حاسس ان هي عايزه شويه بابريكا. تعالوا ناخد شويه بابريكا كده، انا بحب الاكل يبقى لحد ما في الوان. نقلبوا شويه البابريكا اللي حلتنا. بالمناسبه يا جماعه البهارات في المانيا غاليه جدا جدا جدا، واللحوم كمان بقت غاليه، فاحنا الاكله دي غالبا هناكلها على اكتر من يوم، يعني مش هناكل كل ده في يوم واحد. ايا كان موقعك ايه من العالم محتاجين نوفر، سواء في مصر او في اي دوله عربيه او في اي حته في العالم نوفر يا جماعه. حاجات اللي ملهاش لازمه ما نجيبوهاش. زي ما انتم شايفين احنا عملناها لبصل ولا توم ولا اي حاجه من دي، نغطي عليها بقى كده. تعالوا نروح نبص بصه اخيره على الرز، غالبا استوى كده خلاص الرز، هنديله تقليبه بس كده وهنطفي عليه. شايفين كده ايه الرز بتاعنا مسلسل، نفرش الرز بتاعنا كده وعليه على طول هنحط الفراخ علشان ايه ما نبوظش اطباق كتير. بس كده عظمه قوي. اطلعوا فوق شويه الاكله بتاعتنا عامله ازاي. تعالوا بقى نجرب الاكله دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي يما يا لهوي بجد تحفه. اللسعه بتاعت الليمون والملوحه بتاعت الزيتون والطماطم عاملين شغل فاخر على الاخر. الجميل بقى ايه؟ انك تدخل المطبخ تلت ساعه 25 دقيقه بالكتير تطلع باكله لثلاث ايام، يعني لو قسمت الوقت بتاعها على ثلاث ايام اكنك دخلت 7 دقائق كل يوم المطبخ عملت اكله فشيخه وطلعت. طبعا مستني تحطوا اسم للاكله دي برده، بص على الكومنتات. يلا اشوفكم الفيديو اللي جاي. تشوز.